ناقش اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمقر إقامته في نيويورك مع المبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس جوتنبرغ على آخر التطورات المرتبطة بالعملية السياسية والجهود لإحلال السلام. وأطلع الزبيدي من السيد هانس على نتائج اللقاءات التي عقدها مؤخرا مع الأطراف الدولية المؤثرة في الصراع والهادفة إلى توحيد الموقف الدولي للوصول إلى اتفاق سلام مستدام في اليمن. Thank you.